من نادي الزمالك بمقره في 100 عقبه. يعني الحقيقه بعد المباراه يعني كلنا كانت طموحنا ان احنا نفوز ب3 نقاط، والنتيجه كمان كانت يعني نتيجه باينه جدا لخامه لعيبه نادي الزمالك وخامه ناشئين نادي الزمالك، بس قدر الله ما شاء فعل قدرنا يعني نسيطر على المباراه، ولكن الحظ ما كانش معانا. بالمناسبه دي يعني معايا حفيد مؤسس نادي الزمالك مستر ميخس باك. Mr. George, first of all, it's a pleasure having you here in Egypt, and it's a pleasure having you in Zamalek Channel and here in the Zamalek Club. I want to ask you about, firstly, I want to ask you about your feelings to be here in Zamalek Club one more time. Yes, I am very happy to be there, and also to be there after my great uncle, under tier to go. So it is a long way, and I am very happy to be there with all people. يمكن سالته شعورك ايه انك رجعت مره ثانيه نادي الزمالك، بتزور نادي الزمالك؟ قال ان هو مبسوط جدا 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 بعد عوده بعد سنين، رجع ثاني زار نادي الزمالك وموجود مبسوط بوجود عدد كبير قوي من المشجعين داخل المباراه. مستر جورج جه من بلجيكا مخصوص النهارده، كان عايز يحضر مباراه الزمالك في النادي، ويمكن استقبله مجلس اداره نادي الزمالك. اوكي، وانا اسك يو اباوت يور فيلينجز افتر ذا ماتش. يو واتش ذا ماتش، اي سو يو، يو وير نيرفس، بس افتر ذات اي سي ذات يو ار هابي، اند افتر ذات يعني كايند اوف ابسيت، بس اي وانا نو يور فيلينجز ناو. I am happy because I see a team, really team, and with perseverance, with willing, and so with a little chance we can win. And so I know that this time we will be champion. And I am waiting to see the next match at Zamalek. It will be there on the 28th. I will be in the stadium. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you very much. يمكن سألته عن رأيك إيه في المباراة ورأيك إيه وإحساسك بعد المباراة. قال هو كان مبسوط جدا بشغف اللاعبين وعلى إصرارهم في الملعب، شاف إن هم بيقدموا أداء قوي جدا جدا، هو على ثقة كبيرة جدا إن لعيبة نادي الزمالك السنة دي هتبقى الشامبيونز للمرة الثانية، ويمكن كمان هيكون بيقول هو هيبقى موجود في مباراة الزمالك القادمة إن شاء الله، هو موجود في مصر عشان يحضر كمان مباراة الزمالك القادمة.